يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الفرق بين الأسماء والصفات وبين الأخبار؟ بين الأخبار، الأخبار الله جل وعلا يخبر عن أسمائه وصفاته. الأخبار عام، يخبر عن أسمائه وصفاته ويخبر عن الدنيا والآخرة ويخبر عما جرى على الأنبياء وأممهم ويخبر عما يكون في المستقبل وما يكون في الآخرة. الأخبار أعم. نعم.